ابو تريكه ينام الساعه 8 يعني يا دوبك يصلي العشاء وينام عشان يلحق يصحى. لا انا ليا موقف في المنتخب كنا في المنتخب مع مستر برادلي فانا الكابتن ابو تريكه والكابتن وائل جمعه مع بعض على طول في الاوضه. طبعا. فاحنا كنت بقعد الفتره دي مع الكابتن احمد فتحي. فروحت الاوضه اقعد معاهم شويه. تقعد مع احمد فتحي ده احنا حكاوي دلوقتي تاني. لما رحت الاوضه اقعد مع الكابتن وائل والكابتن ابو تريكه انا بتكلم مع كابتن وائل على السرير قاعدين على السرير بنتكلم وكابتن ابو تريكه قاعد ورايا على السرير. فانا لقيت واحد ابتدى يشخر. احنا بنتكلم عادي يعني احنا قاعدين بنتكلم وهو في حته ثانيه. هو نام. نام منكم فعلا؟ نام الساعه 9:30 والله. كانت العشاء اذنت طبعا. لا اذنت وصلى بقى خلاص وكل حاجه وكان هو كان قاعد فجاه لقيته بيشخر. كابتن وائل جمعه قال لي طب اطلع بره اتفضل بقى سعد عشان هو قال ليه مجام كشم لك بوشه وقال لك اتفضل يا سعد. اتفضل بقى شخر وانت نايم. نام بقى قاعد سوري. لا هو بص الكابتن ابو تريكه لحد الان او كابتن وائل جمعه بيناموا بدري. وائل كان معايا من حوالي اسبوعين ثلاثه برضو في سهره معاه واحنا قاعدين عينيه مرت. انا بقول له وائل طب احنا يعني انت بسم الله ما شاء الله طيب الناس عايزين نطول من الحاجات اللي اتعلمناها منهم يا كابتن اسلام. الحاجات دي يعني الكابتن وائل جمعه نموذج للاعيب المحترف بصراحه في النوم في التمرين في المحافظه على النفس على الوزن على التركيز في بس بطل بكاترات كتير وائل جمعه. والله بطل بكاترات يعني الوحيد اللي استحمل مع احمد فتحي. احمد فتحي هو اللي بطله يعني انت فاهم لكن وائل بطل بكاترات كتير قوي. انت عارف بطن رجل وائل بسم الله ما شاء الله يا جماعه قد كده يعني برجاوي تعالى قد كده كبيره جدا فما بيجي يباصي الكوره هو بيفتكر انا كان بيبقى نفسي مقاسي يبقى مقاسه عشان اخد منه جزم. كان الفتره دي كان نفسه يديني جزم بس مقاسه اكبر. لا لا خدت حاجات كتير. متاكد؟ لا خدت. انا عارف وائل لا لا, 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 لا. كان معايا كان متبنيني الفتره دي بصراحه والله. ذكي بقى اهم حاجه فاكرها في لا اداني حاجات كتير يعني كهدايا ولا ك مش عارف بقى لا جاب لي هدايا كتير بصراحه الفتره دي. وبعدين احنا الفتره الحمد لله كنا بنكسب اي حاجه فكان كل بطوله هو وكابتن ابو تريكه في هديه معينه يعني والله. هدايا قيمه يعني. ابو تريكه مره كان كاتب ان هو هيديكوا تليفونات اعتقد او ايباد. ايباد جاب لكم ولا ما جابلكوش؟ لا لا جاب. متاكد؟ يومها فعلا؟ يومها كنت انا وتريزيجيه. كنت انت و وتريزيجيه وتريزيجيه كابتن وائل جمعه جاب لي تليفون جاب لي تليفونين قبل كده. تليفونين غاليين يعني ماركه محترمه يعني. نقول اسمهم لما. فعلا؟ وائل جاب لك ماركه محترمه ماشي ده كويس جدا يعني وائل طبعا راجل يعني كريم جدا في الامور دي. لكن ابو تريكه جاب لك الاثنين ايباد. هو الكابتن ابو تريكه كان له يعني موقف ان احنا كنا بنلعب فرقه في غانا تشيلسي الغاني وبعدين لازم نكسب. الاهلي كان لازم يكسب. وبعدين احنا في محاضره فيديو فاللابتوب اللي موجود مع الفريق عطل يعني فتريزيجيه تطوع كنا في 2012 يعني فقال انا معايا ايه ايباد معايا لابتوب معايا لابتوب هجيبه فانا مايلت قال له بلاش يا تريزيجيه عشان احنا كنت قاعد انا وتريزيجيه في الاوضه مع بعض. انا عارف اللابتوب بتاع تريزيجيه عامل ازاي يعني عامل ازاي لا هيهنج مننا من اول طلعه يعني ايوه فقلت له بلاش يا تريزيجيه اللابتوب بتاعك وكده وبعدين جايب معاه سلك 3 4 متر مشترك ووصلات حاجات القديمه دي فالكابتن ابو تريكه قاعد جنبي سمع الحوار فقال له واد تريزيجيه اطلع هاته مالكش دعوه بسعد وبتاع وبقول لك لو كسبنا البطوله دي هجيب لك انا لابتوب جديد. طبعا انت رشقت مش هتسكت. طبعا قلت له طب إيه؟ قلت له طب انا بحاول انقذ الموقف وكده فهو تريزيجيه طلع جاب وكسبنا البطوله ويومها جاب اثنين ليا واحد ليا واحد لتريزيجيه. يعني انت رشقت برضه هو ولا هو كان بيقول لي لتريزيجيه؟ هو قال لي تريزيجيه بس انا رشقت بصراحه. رشقت. يعني دايما رشق انت في لا التريكه كان كان في الحاجات دي رهيب. طب كويس والله يعني ما شفناش منه حاجه الحقيقه في الفتره اللي احنا اللي احنا كنا صغيرين بقى كابتن اسلام. شفناش منه حاجه خالص الفتره دايما حبيب الكل طبعا.